تقريبا كل شيء ربنا خلق منه اثنين في البني ادمين ممكن يركبوا مع بعض ويكونوا أسرة، شخص متعلم مع شخص آخر مش متعلم، شخص فقير مع شخص غني، شخص عنده إعاقة في جسمه مع شخص سليم، شخص متعلم مع شخص آخر مش متعلم، برضو ممكن يكونوا مع بعض ويكونوا أسرة ويتزوجوا ويعملوا بيت، يكونوا شيء. إلا شيء اثنين، شغلتين اثنين في الدنيا مش ممكن يصير هيك. وشو هم هدول الاثنين؟ هدول الاثنين هم شخص واعي وشخص مش واعي. طب شو يعني واعي؟ أنا ما بحكي أبداً عن شخص متعلم، في فرق كبير بين شخص متعلم مثقف وشخص واعي. الشخص الواعي شو يعني واعي؟ شخص واعي يعني شخص بيتساءل عن كل شيء في حياته، بيسمعه بيقوله بيقرأه أو بيشوفه، بيتساءل هل هذا الشيء صح ولا غلط. شخص واعي قبل ما بينصح الناس يعملوا شيء يهلكنا على الفيسبوك مواعظ بيعملها هو نفسه إذا كانت صح. شخص واعي انه قبل ما بيعمل شير لحدا او بيسمع او بيتناقل اخبار قالت قدامه بيتاكد بنفسه هل هي هذه صح ولا غلط، مش عشان الفضيحه، عشان هو بيحترم عقله، بيحترم انه هو انسان عنده عقل لازم يفكر فيه. شخص واعي بفرش اسنانه قبل ما ينام. شخص واعي بيتفكر فيما حوله، هذا هو الشخص الواعي. الان انا علشان ما وهذه عشان ما اكونش سلبي، برغم ان انا بدي اقول شغله وما كنتش سلبي كتير، في بلادنا العربيه وفي العالم الان اللي قتلنا هو التخلف عكس الوعي مش التعليم. احنا الان اللي مخرب الدنيا في هذا الكوكب هم المتعلمين، اللي مش متعلمين هذول مساكين الله يكون معاهم، بس اللي خرب الكوكب هم الناس المتعلمين، وخاصه هذول الناس اللي بيجي يقولوا لك او اللي بتسمع منهم اللي بيقول لك ايش اشتغل على نفسك. يا اخي انا بقول لك ارجوك ما تشتغلش على نفسك، ما تشتغلش على نفسك أرجوك، لأنه أنتوا هلكتونا لتشتغلوا على نفسكم. أنت ما تشتغلش على نفسك، أنت اشتغل، اسمعني منيح، أنت اشتغل على قيمة نفسك. اشتغل على إيش؟ على قيمة نفسك. طب شو يعني قيمة نفسي؟ قيمة نفسي يعني أنا زي ما قلت لك أتساءل عن كل شي بعمله وبشوفه وبسمعه وبقرأه إنه هل هذا صح ولا غلط؟ إلي لنفسي، لاحترامي لنفسي، احترامي لعقلي، احترامي لأخلاقي، أنا احترامي لكل شيء، هذا هو أنا قيمتي لنفسي. فأنا إذا بدك نصيحتي يا أخي ما تشتغلش على نفسك، اشتغل على قيمة نفسك. اتسأل عن اللي بتقرأه، اتسأل عن اللي بتسمعه وعن اللي بتشوفه على الفيسبوك، هل هذا صح ولا غلط؟ هل هذا أنا مين عشان أفتي؟ هل أنا أقول للشخص الفلاني ما عندكاش علم ما تفتيش فيه، ما عندكاش معرفة فما تتكلمش، أخرس، مش متأكد ما تحطلهوش لايك ولا تعمله شير ولا تعمله كومنت. اشتغل على نفسك يا أخي، اشتغل على قيمة نفسك بأنك تقرأ لك كتاب برا خارج الدراسة أو الجامعة أو المدرسة، كتاب لإلك لعلمك لنفسك. اشتغل إنك تعلي يا بني آدم قيمتك. أنت قيمتك إيش؟ ما تقوليش شهاداتك، أنتوا الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس هلكتونا، كله هو هذا اللي هلكنا اليوم تعليم. بدنا ناس واعية، بدنا ناس تعرف قيمة نفسها، تشتغل على قيمة نفسها علشان وعيهم يكبر، عشان يقولك أنا وعي أكبر من أنا أعمل شير أو لايك أو كومنت لواحد متخلف قاعد بيعملنا واعظ على الفيسبوك هو نفسه مش فاهمها، مش إنه ما بيطبقهاش، هو نفسه مش فاهمها. فيا أخي اشتغل على قيمة نفسك، ما تشتغلش على نفسك، أرجوك 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 اشتغل على قيمة نفسك. يا إما أنت بتشتغل على قيمة نفسك وبتعلي من مستوى فهمك، مستوى وعيك، يا إما بتضلك زي ما أنت إيش؟ فشيخ. بتضلك إيش؟ فشيخ زي اللي هلكونا إيش؟ فشخنا على الفيسبوك.